لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القوائم المختصرة لجوائز الأفضل في القارة عن العام 2018، وضمت القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب كل من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني وزميله في ليفربول، إضافة إلى الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي والجزائر. وانضم للقائمة المختصرة أيضا الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ الذي يتقاسم مع صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 10 أهداف، والنيجيري أليكس أيوبي زميله في أرسنال، ومهدي بن عطية مدافع يوفنتوس ومنتخب المغرب، والكاميروني الدولي أندري أونانا حارس أياكس أمستردام. ومن خارج القارة الأوروبية ضمت القائمة دينيس أونيانغو حارس ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي، وأنيس البدري لاعب وسط الترجي التونسي بطل أفريقيا، ووليد سليمان صانع لعب الأهلي المصري. عشرة لاعبين سيواصلون رحلة التنافس على لقب الأفضل في القارة السمراء. عشرة لاعبين ضمتهم قائمة مختصرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. القائمة شملت خمسة أسماء عربية، أبرزها حامل اللقب فالنجم المصري محمد صلاح، يعد أهم المرشحين لنيل لقب العام 2018. ويبدو صلاح صاحب 26 عاما مرشحا قويا لنيل الجائزة مرة أخرى، خصوصا بعد قيادته ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في أيار مايو الماضي. وبعد بداية موسم يمكن وصفها بالبطيئة، عاد الفرعون المصري إلى نجاعته التهديفية، حيث يتصدر الآن ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعشرة أهداف بالتساوي مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ الذي سيكون منافسا قويا لصلاح على اللقب القاري، خاصة وأن مهاجم أرسنال يطمح إلى تتويج جديد له بعد عام 2015 بقميص بروسيا دورتموند. وفي انتظار يوم الإعلان لا يفوت أوباميانغ الفرصة لإثبات تألقه أوروبيا. محارب الصحراء رياض محرز لاعب مانشستر سيتي اسم آخر قد يكون له نصيب في الجائزة الإفريقية، وعلى الرغم من أن المتتبعين يجمعون على أن وضع اسم محرز على القائمة يعد في حد ذاته تكريما، إلا أن النجم الجزائري قد شرع في استعادة ألقه الذي توجه عام 2016 الأفضل في إفريقيا، حيث يملك في جعبته الآن خمسة أهداف مع السيتي. قلب الدفاع المغربي مهدي بن عطية لاعب يوفنتوس الإيطالي وصخرة دفاع أسود الأطلس حاضر في السباق الإفريقي، والسبب في ذلك تطور أداء قائد المنتخب المغربي حتى أصبح واحدا من أفضل المدافعين في أوروبا في السنوات الأخيرة. الأسد المغربي صقل خبرة راكمها من أكبر وأعرق النوادي في القارة العجوز، ودوره كان بارزا في قلب خط دفاع السيدة العجوز هذا العام. ساديو ماني الدولي السنغالي ومهاجم ليفربول سينافس بدوره على الجائزة علّه ينجح فيما فشل فيه مسبقا، وعلى الرغم من أن المنافسة تبدو شديدة خاصة أمام زميله بالفريق محمد صلاح الذي يتفوق عليه بفارق أربعة أهداف، إلا أن المستوى الجيد للاعب السنغالي قد يكون حاسما. ونذكر بأن محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي. في بقية الجوائز سيكون التنافس محتدما على جائزة أفضل لاعب شاب، حيث سيتنافس كل من المغربي أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني، والإيفواري فرانك كيسي من ميلان الإيطالي، والنيجيري والفريد نديدي متوسط ميدان ليستر سيتي الإنجليزي. كما حضر اسم التونسي معين الشعباني في القائمة المختصرة لأفضل مدرب عقب قيادته الترجي للقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك رفقة الفرنسي إيرفي رونار مدرب منتخب المغرب واليو سيسي مدرب منتخب السنغال. أما جائزة أفضل منتخب إفريقي للرجال فانحصرت بين موريتانيا ومدغشقر وأوغندا. هذا وسيتم توزيع الجوائز في داكار بالسنغال في 8 يناير كانون الثاني المقبل. رفض يورغن كلوب مدرب ليفربول في مؤتمره الصحفي أن يقيم أداء منافسه مانشستر يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز وفق مجموع النقاط التي جمعها. There's a lot of quality,
اعتلى مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح صدارة هدف في الدوري الإنجليزي ممتاز متفوقا على نجوم كبار. صلاح بات بهذا الإنجاز حديث الساعة في واحد من أقوى الدوريات العالمية. أن تسجل الأهداف وأنت مطالب بهز الشباك فذلك شيء بسيط قياسا بقيمة الهداف في عالم كرة القدم، لكن الشيء الهام أن تكون عربيا وتتفوق على أسماء ونجوم لامعة في واحد من أقوى الدوريات في العالم، ونعني الدوري الإنجليزي الممتاز. محمد صلاح الفتى المصري في صفوف ليفربول يقدم موسما استثنائيا مع الفريق، بحيث وظفه المدرب الألماني يورجن كلوب بصورة مناسبة نظرا لقدراته البدنية وسرعته المذهلة في الميدان، فتفوق بحسبة الأهداف على لاعبين كبار أمثال ألفارو موراتا وسيرخيو أغويرو وروميلو لوكاكو وجابرييل جيسوس وهاري كين ورحيم ستيرلينج وليروي ساني وألكسندر لاكازيت، أسماء تطرب عند سماعها وتستمتع لدى مشاهدتها في حكايات جميلة مع الشباك. لكن يبقى محمد صلاح فارس القوم في ملاعب الإنجليز، حينما قاد ليفربول للفوز على ساوثامبتون بثلاثية كانت حصة صلاح منها هدفين، ليحطم رقما قياسيا لإحراز الأهداف كان مسجلا باسم أسطورة الفريق روبي فاولر. يبلغ رصيد صلاح هذا الموسم 9 أهداف في 12 مباراة بالدوري، متفوقا على فاولر الذي أحرز 8 أهداف في نفس العدد من المباريات، وهو الرقم القياسي الذي حطمه اللاعب المصري، ليقترب بالفعل من أن يصبح أفضل هدافي ليفربول في موسم واحد منذ آخر موسم للاعب الأوروغوياني لويس سواريز موسم 2013-2014. الصحافة الإنجليزية أبرزت التألق اللافت للدوري المصري محمد صلاح بتسجيله لثنائية في شباك ساوثامبتون، وكتبت الديلي ميل: صلاح يدخل التاريخ. وفي بقية القصة تقول الديلي أن صلاح تفوق أمس على أسطورة ليفربول روبي فاولر وسجل 9 أهداف في أول 12 مباراة له مع الريدز في البريمير ليج مقابل 8 لفاولر، وهو إنجاز يحسب لصلاح الذي تنتظر. محلل قنوات بين سبورتس، مساء الخير كابتن، أهلا بك معنا في هذا الحصاد. نبدأ بمباراة القمة، مباراة الأقوى خلال هذه الجولة، نابولي ليفربول. محمد صلاح كان متواجد بالموعد يؤهل فريقه إلى الدور المقبل، فوز يمكن القول للفريق الأفضل بهذه المباراة، وكان ممكن أن يخرج بنتيجة أكبر ليفربول ربما. للأمان صح، المباراة كانت صعبة جدا، كانت مرتقبة أن تكون صعبة جدا، يعني تقريبا كانت 50-50% قبل المباراة، لكن المباراة هذه صنعها اللاعبين الكبار. ومرة أخرى محمد صلاح يعني اللي كان سجل السنة اللي فاتت 10 أهداف في المنافسة، في الحين يسجل هدف يعني اللي قرر أنه يتأهل الفريق، وكان مهم جدا جدا. طيب كابتن، في الجانب الهجومي ليفربول هناك ملاحظة أساسية، تضيع عدد كبير جدا من الفرص، التفاهم يبدو أنه ربما عاد بين اللاعبين، ولكن إحراز الأهداف هذا يعيب الفريق، خصوصا أن نابولي كان في مناسبتين أو 3 مناسبات في آخر 5 دقائق بإمكانها أن يسجل الهدف القاتل الذي كان قد يخرج ليفربول من المسابقة. بالتالي هي معضلة عند يورغن كلوب التي تابعناه في أكثر من مرة يقول again again again، يعني مرة أخرى حاولوا ستحرز الهدف. حقيقة لما نشوف عدد المرات اللي كان ممكن أنه يسجل أهداف أخرى خاصة من ماني كانت يعني كبيرة جدا، لكن لو نشوف يعني ماني وفيرمينو ومحمد صلاح السنة اللي فاتت تقريبا سجلوا 30 هدف، في الحين حسوا أنه فيه تراجع، حتى أنه فيه بعض التراجع لفيرمينو حتى محمد صلاح إلا في الآونة الأخيرة في البريمير ليج، لكن نظن أنه بعد هذا الفوز هذا وبعد هذا المشوار يعني بتاع 3 أشهر راح يتغير الأشياء وراح ترجع للوتيرة اللي كانت اعتاد عليها. بالنسبة لفريق نابولي كابتن، كيف وجدت تعاطي المدرب واللاعبين مع هذا اللقاء الهام بالنسبة للفريق، اللقاء المصيري الذي كان الاستفاقة المتأخرة نوعا ما بالنسبة لنابولي، يمكن الحديث بهذه المباراة؟
والله نابولي ما نظنش نخسر اليوم، لانه خسر في اول في المباراه الاياب مع باريس سان جيرمان، لانه بعد ما عمل مباراه كبيره جدا في مع ضد البي اس جي في بي اس جي، شفنا انه ضيع فرصه كبيره في نابولي وكان ممكن انه يفوز على البي اس جي، لكن للاسف كان يعني المستوى ديالو تقريبا دام 15 ل 20 دقيقة وبين بي اس جي انه ممكن يفوز عليه. انا نظن انه اليوم كانت محسومة من الاول لليفربول، لانه كان يعني كان يكون مجحف جدا انه فريق خاصة المدرب يورجن كلوب اللي في الثلاث سنوات الأخيرة هذه يعني خسر ثلاث كؤوس، كأس انجلترا وبعدين كأس الكؤوس الأوروبية اللي هي الأوروبا ليج ضد سيفيا، وبعدين السنة اللي فاتت الشامبيونز ليج، كان يكون يعني مجحف جدا. طيب بخصوص نادي نابولي، لربما هذا وقت اتخاذ القرارات المهمة، جاءوا بالمدرب على مستوى عالي، ولكن في الواقع بالنسبة للاعبين هم يحتفظون بعدد من اللاعبين، يبدو أن عطاءاته باتت محدودا. كي يخون مثلا أمام المرمى، أي نعم إنسينيا يبدع في الوسط الهجومي، ولكن من يضع الكرة في المرمى هذه مازال معلقة عند نادي نابولي، وظهر في هذه الأمسية بشكل خاص. صح، وهذا ما كان يطالبه كثير من المناصرين والنقاد وحتى اللاعبين القدامى، من حتى منهم مارادونا، انه يحتاجوا لاعبين كبار من طينه، على الاقل يرجع كافاني للفريق، لانه كان فيه كلام انه يرجع كافاني. يعني نحسوا انه نابولي تخسوا بعض اللاعبين القياديين، بعكس ما نشوفه في باريس سان جيرمان، لما شفنا انه فريق صرف مئات الملايين، وكانت الناس تكلمت كثير على كيف انه فريق يصرف كل هذه الملايين على نيمار، لكن شفنا قيمه نيمار في مباراه اللي تكون تحدد مصير الفريق. كابتن، الجميع تحدث عن هذه المجموعه الحديديه، يمكن القول بدور. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.